الانسان لما يروح للدوام له حلو يكون كاشخ، صح صح، حلو يكون مهندم مرتب زين. فمن ضمن امور الاناقه، طبعا احنا يوم امس تكلمنا عن اناقه خاصه بالمراه، واليوم راح نهتم باطلاله الرجل. فمع مين؟ مع مايا سركيس. اهلا يا مايا. مع مايا وانا صباح الخير. صباحك مايا ومنورتنا. ميرسي. مجهزه لنا اليوم الفيست والسديري. هذه القطعه اللي جدا انيقه وتفرق حقيقه باناقه الرجل. خلينا نتكلم في البدايه، هل في وقت معين او مناسبه معينه نلبس فيها السديري، ولا الموضوع يعني مفتوح؟ هلا انا اليوم حابه اخذ افرجيكم كذا نوع من الفيست، وحسب كل فيست كيف ستايل تبعها بنشوف ساعتها هي كيف تنلبس وامتى. سو اللي بدي اقوله هاني قبل انه يمكن هالقطعه منها موجوده بخزانه اني او حيلا شخص، بس اكيد وقتها بنشوف كيف فينا ننسقها بطرق مختلفه رح يمكن نتحمس اكثر لنشتريها، ولتكون حتكون اضافه حلوه بخزانتنا. ممتاز. مساله الوزن الزائد عند بعض الرجال، او لو نقول يعني منطقه البطن هذه لو تكون شوي فيها زياده، هل الفست يعني او الستير يساعد باخفائها او حسب نوع الفست؟ برجع بقول لانه في فست بيكون قماشتهم منفوخه مثلا او إلى جيب، هلا بطنه يعني بطنه او إلى مثلا كثير جيب، هيدي حتزيد اكيد ضخامه. بس اذا الشخص بده عنده شويه كرش زايد او بطن زايد، اللي فينا نعمله انه نلبس الفست لرقيقه وهي اكيد رح بتغطي، وفوقها فينا نحط البليزر ساعتها، سو بتعمل هيك مثل كاموفلاج. طيب خلينا نتعرف على القطع اللي موجوده وكيف نقدر ننسقها ونطلع بشكل مرتب. هلا اول شيء هاني قبل ما بلش، يمكن نحن اذا بقول لك فيست دغري بيروح فكرك انه فيست كلاسيكيه او فورمال او لازم تنلبس مع بدله. نعم. بس مش مزبوط، لانه في كذا نوع من الفيست، وكل فيست لها طريقه او لها اذا بدك الايفنت او المناسبه لازم نلبسها. وممكن نسوي احنا الميكس هذا بين الشيء الكاجوال والشيء الرسمي. اكيد. طيب خلينا نشوف القطع اللي أوكي موجوده. اوكي، رح بلش بالفيست. فاذا الفورمال اللي كلنا بنعرفها هي هيك بيكون شكلها، سو فيها تجي مع بدله او فينا نلبسها لحالها. سو البدله هو النوع اللي نحن كلنا بنعرفه. ثاني طريقه نلبسها، نحط تحتها هيدي القميص يعني تكون لون واحد، وفينا بدل ما نحط معها بنطلون البدله فينا نحط معها يا جينز لونه غامق يكون شوي يعني مش مخزق او عليه كثير مشحات، يكون يعني راكز يعني او كلاسيكي شوي، او فينا نحط التشينوز. التشينوز هو قصته مثل الجينز بس بيكون معمول من قطن. نعم. وبيجي بكثير الوان متعدده. ممتاز. في اخطاء شائعه بما يخص السديري، يعني مثلا لما بدون بليزر او بدون الجاكيت يعني يفضل انه ما ينلبس معاه لون معين، او كثير من الناس او يعني اخصائيين المظهر ينوهون انه ما يتحول الموضوع الى يعني الفورمال للجرسون. ايه صح، كيف مشان هيك انا دائما بحب. طبعا هذا ما احنا هذا مش استنقاص ل لا اكيد. بالعكس هذا إيه؟ ولكن احنا اساس ما ندخل للمنطقه هذيك. إيه مشان هيك في كثير طرق نلبسها، يعني فينا مشان هيك عم بقول نحط تشينوز او جينز، لانه ساعتها بنكسر هيدي الكثير فورمال. بالنسبه للالوان انا بفضل شخصيا يكون اللون اللي بالفيست في موجود منه باللون اللي بالبنطلون، يعني ما يكون كثير بعيد، يعني ما نحط مثلا لون يكون نفس القماش بعد احسن واحسن ولا اكيد، بس مش بالضروره، يعني هيدي مثلا مثل ما عم تشوف. طيب. غير شيء. طيب احنا خلينا نستغل كل رح انتقل لغير انواع، رح نحكي عن كل شيء. سو ثاني نوع من الفست احكي عنها هي الفست اللي بتجي يا بتكون محبوكه من صوف او من قطن، وما ضروري تكون مسكره، يعني في منه اللي بيجوا مع زرار اللي هي هذه. سو هي هي الفست. الطريقه الحلوه انه نحط تحتها تي شيرت، فينا نحط معها يا بنطلون رياضي مثل هيدا مثلا. هذا شتوي يعني على اعتبار انه قماش هيدا اكيد، اذا هذه مع بنطلون رياضي على اعتبار انها مسكره. نعم. يفضل، بس اذا كان لها زرار فينا نحط معها تشينوس مثل والله هيدا. هذا حلو حق اجازه مليئه بالكسل. ايه مليئه بالكسل. الطريقه الثانيه هاني بس رائع صراحه، هي انه نحط بنطلون، هون برجع لقصه الالوان. اه حلو حلو، يكون مثلا عليه مربعات او مخطط. يا سلام. بهالطريقه هيك بنكسر، والحلو بهيدا البانت انه قصته شوي فورمال، حلو نكسر هالكاجوال اللي فوق بشيء شوي رسمي. فعلا، وهذا يعني مناسب للدوام، مناسب للطلعه. اذا بتلاحظ كمان في بيج، سو ظابط كثير مع لون الفست.
يعني حلو يكون في الوان مندمجه مع بيلبقوا مع لون الفست. يعني يفضل انه السدير يكون فيه شيء من اللون. هلا بهاي يمكن مختلف هذا قاعدين بس يعني لانه ساده بيزبط. بالنسبه لل هذه هلا هيدي بافر فيست اسمها. الحلو فيها انه كثير مناسبه للطقس وقتها شوي بتبرد، يعني مثل هلا نحن هون طقس شوي بارد تنلبس. بس شو الحلو فيها؟ انه في طرق جديده نلبسها غير انه نحط تحتها تيشرت. الطريقة الحلوة انه نلبس نعمل لايرنج، يعني نحط كذا طبقة. حلو. هيدي صراحة ماي فيفورت، هيدي أكثر شيء أنا الستيل اللي بحبه. شوف هاني شو حلوة، بنحط تي شيرت فوقها شميز أو قميص من جينز، بنحط هاي فوقها يعني هيك لنفرجيك كيف بتصير. بس هذا ما يعني يكبر الحجم؟ هلا اكيد هيدي الفست مثل ما قلت قبل يفضل ما يكون حدا كثير جسمه كبير. نعم. بس شوف شو حلوه روعه. وفينا كمان نحط مع هيدا البنطلون سو كمان نفس درجات الالوان. يعني دائما درجات الالوان تكون متقاربه تكون قريبه لبعضها. ثاني طريقه فينا نلبسها للفيست هي كمان انه نحط تحتها على نفس هذا الستايل. ها؟ ايه لا يعني هيدي مع شيء ثاني. فينا نحط مع هيدي السويت شيرت وكمان بنطلون رياضي. شوف شو حلوين ومريحين كثير شكلهم، يعني بتحسهم هيك بتحط معهم سنيكرز يعني ستايل الجمعيه. صح. وفي طريقه ثالثه انا بس بدي اقولها كثير حلوه للناس اللي عايشين بطقس كثير برد ومضطرين يلبسوا شيء شوي رسمي، مثلا بده يروحوا على الشغل ولازم يلبسوا بليزر. الطريقه الحلوه انه نحط هالفاس تحت البليزر رغم انه مبطن. نعم. بس يفضل تكون رقيقه، يعني ما تكون كثير سميكه. هيك مثل اللي قاعد نشوفها بالصوره. ايه مزبوط. نعم. سو بيعطي انه هيك فورمال بس نفس الوقت بنكون دفيانين. وطبعا هو يختلف يعني بحسب الصيف او الشتاء والسماكة. اكيد السماكة. يعني هيدا طقس شوي ابرد من طقسنا يعني هون بالمنطقة. او مسائي بالليل مثلا احيانا يكون صح فينا مثلا مع هاي هيك دفي. مزبوط. في شيء تبي توريني اياه بعد؟ بعد بدي احكي عن اذا عندي وقت بدي احكي عن هيدا الفاست. يلا نختم هذا. نعم. اللي بتجي الجينز حلو هذا. انا شخصيا بفضل تكون كبيره. ليش؟ لنقدر نحط اوفر سايز. ايه اوفر سايز لنقدر نحط تحتها نسمك القماشه. يعني مثلا نعم. انا كمان في احط سويت شيرت مثل هاي مثلا تحتها. نعم. خلينا نفرجيها هيك. وقاعد نشوف الصورة اللي بالنص فيها يعني أو كل أغلب الصور فيها تدرجات بالألوان. صح. بس هل الهودي مع الـ مع الـ حلوة يعني بتطلع. بتطلع حلوة. حلوة ليش؟ لأنه هيدي السويت شيرت رقيقة، يعني ففينا نحطها تحتها وما بده يكون لها كمان أكيد هودي. وهيدي بس مش بالضرورة الفيست الجينز يكون لها هودي، يعني فيها تكون بلا شيء. تمام. واليفضل البانتس هلا انا اخترت هيدا البانت كمان ليك نفس درجه او تشينو مثلا جري كمان بيزبط. حلو. الحلو انه كثير في استعمالات للفست فعلا. بس بعد بدي منك دقيقه احكي عن هاي المفضله تبع الفست يلي هي اسمها اليوتيليتي فست اللي بتجي لها كذا جيبه. وهلا كثير عم نشوفها ليتلي بالفاشن شوز بس اكيد يعني بدها جرأة، يعني اللي بيلبس هيك يعني هي هذه نشوفها كثير الصحفيين يلبسونها الصيادين صح كانوا يحطوا فيها كثير اشياء بجيابهم. نعم. بس ما بنصحكم تعبوا الجياب لانه رح تزيد ضخامه. نعم. انه هيك شكل فقط. ايه هي حلوه كشكل. فينا نحط معها حتى كارغو بانتس كمان له جياب تحت تي شيرت كمان. لوك حلو. شكرا يا مايا نورتينا يعني ان شاء الله تكون هاني هيك تحمست تشتري بس. والله عندي انا بس عندك يعني عندي بس يعني لازم يلا نشوفك. بس الحين انا كان عندي مشكله انه كيف اركبهم مع بعض ونحلها. هلا صار عندك كثير افكار. شكرا لك يا مايا نورتينا. شكرا لك هاني. نشوفك ان شاء الله بالايام القادمه.